قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر. ختم جل وعلا الآية بقوله: وهو الغفور الرحيم. فمناسبة ختام هذه الآية والله أعلم أن هذا الفضل الذي ينزله عز وجل ببعض عباده قد لا يكونون له في الحقيقة مستحقين نظير أعمالهم التي يأتون بها وفيها من التقصير ما فيها، أو قد يكون عندهم ذنوب، لكنه عز وجل بمغفرته ورحمته عفا وتجاوز.